الفكرة ابتدت من حوالي حاجة وعشرين سنة في كندا، وبعد كده حد اشترى الفكرة من كندا راح بيها لاتفيا، موجودة في 27 دولة دلوقتي. الناس مبسوطة بيها، يعني هي كتجربة بتبقى very very exciting ان تجربيها، احساس جديد خالص، و it's very very safe، يعني ما فيهاش اي نوع من الخطورة خالص. والحمد لله حتى الان يعني من ساعة ما ابتدت الشركة ما حصلش ولا حادثة واحدة. تعتمد كلها على موتور هواء ضخم جدا بمروحه في اخره بيطلع هواء جامد لفوق بسرعه جامده، فاللي بيحصل ان العميل او الكلاينت بيطلع يطير فوق الهواء ده، بس لازم بيبقى معاه الانستراكتور بتاعنا. ما كانش في صعوبات تذكر غير يمكن توفير مصدر كهرباء. الناس بتقدر تجرب متعة الطيران، بيجي انستراكتور طبعا فوق ما بيبقاش فيه كلام، فبيعلموا الساينس العلامات الاشارات اللي بيتعاملوا بيها فوق، يبتدي يختار البدلة، بننبه على العميل لو هو عنده حاجة في كتفه، خلع، حاجة في ظهره، انما ضغط، سكر، قلب، الكلام ده كله لا ما فيهوش اي مشكلة. الحاجه اللي كنت حاسسه بيها ان انا كنت فرحانه قوي اول مره بالطريقه دي، وان انا كنت مش قادره استنى دوري، كنت عايزه اكون اول واحد.